حبايبنا، مع تزايد تعقيدات الحياة أصبحت المجاملة تستخدم بشكل لا إرادي بين الناس، حتى أصبحت سلوك متبع بين شريحة كبيرة من الناس بقصد أنه نتودد ونتقرب لبعضنا من خلال منلاطف بعضنا بالكلام لغرض كسب الأشخاص. وكثير من الناس اتخذوا من المجاملة هواية إلهم، بل امتهنوها لحتى يستفيدوا منها. بالنتيجة ليس كل مجامل منافق، وليس كل منافق مجامل. المجاملة أحيانا برأي البعض الآخر هي نوع من أنواع اللباقة الكلامية. حبايبنا، يسعد أوقاتكم مرة تانية. أكيد هي من مجاملة، هي محبة. رح نروح بتقريرنا اليوم لحتى نشوف شو آراء الناس بالمجاملة. لازم نجامل شوي، هي نوع من أنواع الكذب، بس الكذب المحبب. يعني ما نو بطل إذا جاملنا شوي بحياتنا وجملناها. يعني المجاملة نوع من أن تجمل المعاملة، علاقتك مع الآخر مو بطالة أبدا. أنا بفضل أني جامل، ما كتير بفضلها، بحب الصراحة أكتر، بس منضطر لها. يعني أغلب الأحيان منضطر أنه نجامل، بس حسب المواقف. يعني المجاملة كويسة للكبار بالعمر، انك تراعي كبار السن، انك تاخذ برأيهم، انك هي، بس وقت المواقف الحقيقية لا، بحب انه تنقال الكلمة مثل ما هي، يفضل بحدود. يعني انه الى حدود، بس تتعدى حدودها ويصير في كذب ونفاق بالموضوع، والى حدود ممكن اهلها باقة، ليش لا؟ هل هي اسلوب ولا لا؟ مو انه اسلوب، بس الكلمة الحلوة حلوة احيانا، انه بتفيد، ما دائما مضرة، بس انه لما تتجاوز حدودها وتصير كذب بتصير بشعة كتير. حلوة، وخصوصي انه يعني اوقات بتريح الانسان وقت اللي انت بتجامله. مثلا اوقات ما بيكون عاجبك تصرف من تصرفات، او خصوصي كعلاقات اجتماعية. مجاملة حلوة بس مو كتيرة، مو دائما. يعني ببعض الأوقات هي بتقرب وبتريح الناس. المجاملة هي ما أنا بأسلوب بالنهاية، بس أحيانا بيضطر واحد يجامل ليمشي شغل، ليمشي أمور شخصية، بس ما أنا أساسية بالحياة، وما أنا أسلوب لازم واحد يتبعه دائما. بس بيضطر أحيانا واحد يجامل ليمشي أموره الشخصية. للأسف هيك صارت الحياة يعني.